قصة فايلر من الأول. طرحها في 11 سبتمبر زميلنا الأستاذ مهيب عبد الهادي عندما استقال جريده من تدريب الوداد. طرح سؤال قلب في الموازين، قال يا ترى المباراة اللي جاية هيبقى برض فايلر مدير فني للأهلي؟ يعني يا ترى في مباراة الوداد والأهلي جريده مشي، يا ترى فايلر هيمشي ولا هيقعد؟ كده ابص انا هجيب لك من اول السطر وفي النهايه اقول لك التركية فين، بس انا هجيب كل اللي اتقال. 17 ما بين الوداد والنصر المباراة القادمة، مين هيكون مدير فني للوداد ومين هيكون مدير فني للنادي الأهلي؟ اللي عايزين نوضحه النهارده الوداد ده اللي طرحه مهيب عبد الهادي وانفرد بيه في 11 سبتمبر لما قال النهارده جريده مش موجود، يا ترى المباراه بتاعت الاهلي والوداد مين هيكون مدير فني للاهلي ومين هيكون مدير فني للوداد؟ عايز ابدا من السطر ده وابدا معاكم الحوار وابدا بمكالمه مهمه مع الزميل العزيز الاستاذ مهيب عبد الهادي واقول له مصدرك كان منين وناس كتير هجمتك فترتها، فيا ترى جبت الكلام ده منين؟ عشان نتني على الكلام ده لغايه اللحظه اللي احنا فيها، بالكلام اللي قاله الكابتن شوبير، بالكلام اللي قاله الاستاذ ابو المعاطي زكي، بالكلام اللي يا جماعه ده عليه. فنفس المعلومه ان فايلر يعني مش عايز يكمل في النادي الاهلي بسبب، فطبعا يعني خلينا نقول للناس، الناس بتسأل الأستاذ مهيب معانا على الهوا، هو كان مصدرك إيه وقتها وأنت اتكلمت صبحي قبل الناس بفترة واتكلمت في مصطفى محمد واتكلمت مصدري في رمضان؟ كل الأخبار دي اللي الناس بتهاجمك فيها أنت بتطلع صح في الآخر، يعني خلينا أقول رمضان صبحي في الأهلي سبقت فيه الكل، مصطفى محمد في الزمان خد بالك يا استاذ عبد الناصر، كهربا في شهر 2 قلت كهربا ماشي شهر 5 وان عقده 2 مليون والعقد من وزاره الكهرباء غير موثق وكهربا مشي، انا ذنبي ايه؟ يعني انت فاهم؟ يعني حتى ده انت تدي تنبيهات لمجلس الاداره ان انت عندك خلي بالك الحته دي ممكن يحصل فيها حاجه، فليش كهربا معايا 4 شهور من الكلام اللي احنا قلناه؟ ليش كهربا؟ لكن مصادرك في موضوع فايلر ان ده مهم جدا مع الناس يا استاذ مهيب. ايوه ما فيش حد بيكشف عن مصدره يا استاذ. ايوه فاهم يعني ما فيش انسان بيقول لك انا مصدري ايه؟ يعني مستحيل حد يقول لك مصدري ايه؟ وعلى فكره ممكن يبقى في مصادر من جوه النادي ومش عايزه تقول، انت فاهم؟ يعني محدش عايز يعني عن رايه او لكن هي معلومات نكتها جدا 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 بنتعب عشان نجيبها، وصدقني والله العظيم ما في يعني بالنسبه ليا يعني بالنسبه ليا ما اقدرش اتكلم كلمه واحده او اقول خبر واحد الا ما يكون عندي السند بتاعه، لو ما عنديش ما بقولوش يعني الخبر ده صحيح بنسبه يعني 99% ما اقدرش اقوله. يعني انا ما اقدرش اقول ده اللي اتعلمناه طوال فتره عملنا في الاعلام وحضرتك تعمل الكلام ده كنت جدا من زمان. عموما يعني انا بس عايز اهنيك لان في النهايه بعد اللي انت بتقوله بشهور الامور بتطلع صح و10 على 10. ربنا يخليك، هي القصه كلها انا والله ما احس زعل اي كثير منه، لكن عمر الخبر اللي انت بتقوله لازم هيرضي الناس ولازم هيزعل الناس، عشان تبقى بس واثق احنا بنرضي ضميرنا وبنرضي ربنا وفي الاخر لا يصح الا الصحيح. اشكرك يا استاذ عبد الناصر، ربنا يخليك. اشكرك شكرا جزيلا وبهنيك مره يا استاذ مهيب، شكرا جزيلا. شكرا استاذ عبد الناصر، شكرا. يعني بس انا كنت عايز اجيب الموضوع من اول السطر. بس لا مشكله رار ولا مشكله نت عندي، مشكله في الشركه. احنا بنعاني مع شركه ومر كويسه. اعتقد ان الامور بقيت كويسه، يعني اتمنى بس قولوا لنا سواء على الفيس او على اليوتيوب الدنيا كويسه الحمد لله بقيتها، ربنا يسهل. يعني انا عارف النهارده هيبقى النت صعب بس والله مش عندنا، مش من عندنا، بس رجاء ما حدش يطلع من البث عشان نقدر نحافظ على التفاعل. طيب مهيب عبد الهادي في 11 سبتمبر فجر الموضوع بهذا الشكل
وقال الموضوع بهذا الشكل وناس كتير هاجمته. النهارده الناس كلها بتتكلم. انا بصراحه يعني قلت اجيب مين يتكلم في هذا الموضوع ومين اللي ممكن يدينا فصل الخطاب في هذا الموضوع، يعني لم اجد افضل من صديقنا المحترم الاستاذ علاء عزت المتخصص في اخبار النادي الاهلي والاهلي المحترم. والاستاذ علاء عزت عند جديد في هذا الموضوع، يعني جبنا لكم الموضوع من اول السطر. نبدا معاكم ونسمع الاستاذ علاء عزت مع بعض طبعا، وعندما يتحدث علاء عزت عن اخبار النادي الاهلي الاستاذ علاء عزت على الكل ان يستمع، لاني علاء راجعي وراجل محترم وراجل متخصص منذ عشرات السنين في هذا الملف، ولا يتحدث إلا الكلمة التي هي في الصميم. نجم الإعلام الرياضي وصديقنا المحترم الناقد الرياضي الكبير الأستاذ علاء. متابعينا وسعيد جدا بكم معك، أهلا بيك. ربنا يخليك ويحرمنا لك يا علو، شكرا وقت الحبيب، ربنا يكرمك. حبيبي ربنا يخليك عبد الناصر، ربنا يخليك، شكرا جدا. فصل الخطاب في موضوع فايلر، لأن لا حديث إلا عن فايلر. تلقى فاطمة منذ قليل يعني لما طلع مستر فايلر في المؤتمر الصحفي، وزاد كان كل الناس منتظر له، لكن مستر فايلر في المؤتمر الصحفي زاد من حجم الشكوك حوالين استمراره، وقال ان هو مش هيتكلم ابدا في الاعلام حوالين عقده وبقاءه واستمراره مع النادي الاهلي، وان هو لسه هيتكلم مع الاداره. ده معناه ان فعلا الاجتهادات الاعلاميه اللي خرجت صحيحه الى حد ما، هي مش مؤكده 100%، لكن اجابه مستر فايلر النهارده في المؤتمر الصحفي بتاكد فعلا ان 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 ما فيش تخم غير نار، ان هو فعلا هو لو كان الامر مجرد شائعه متكلمينها ان فايلر الاهلي حتى نهائي دوري ابطال افريقيا او حتى انتهاء مشوار الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا. لا انا عايز اقف هنا يا استاذ علاء، لان ده اللي يهم النادي الاهلي وجماهيره، وهسالك ثلاث اسئله. اول حاجه، حضرتك بتؤكد ان فايلر باقي مع النادي الافر وخد اجازه هيرجع ويكمل بطوله افريقيا، كلامي كده صح؟ مظبوط 100%. بص فايلر مش هيبقى النادي الاهلي، فايلر مش كاتب يقول لك اجازه او مش عايز اجازه، او زي المدربين التانيين اللي هم اللي اسف اللي هم مدربين اللي ما عندهمش كلمه، او المدربين اللي بيخدعوا ادارات انديتهم. لا 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 خالص، فايلر انا متاكد ان فايلر واخد اجازه خمس ايام. هل في خمس ايام عروض اخرى؟ ده شيء مش مستبعد. هل هو في خمس ايام دي هيعمل جلسات مع مسؤولي انديه في اوروبا؟ جايز جدا ويفتح عليهم الامر، لان هو عارف، هو فايلر واضح تماما ان فايلر عنده معلومه مؤكده ان في حاله اخفاقه في قياده الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا هيبقى عارف ان استمراره صعب جدا في ظل الانجازات الكبيره الماديه اللي بيحصل عليها. يعني هو عارف ان 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 ان, إن سقف اي مدير فني في النادي الاهلي استمراره من عدمه هو الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا، ولا الفوز باي بطوله اخرى، حتى لو بطوله الدوري والكاس، حتى لو جمع ثلاث بطولات. يعني شفنا كتير جدا مدربين نجحوا ان هم يقودوا النادي الاهلي للفوز ببطولات الدوري بسهوله شديده جدا، كاكرم كارترون، ووصل لنهايه دوري ابطال افريقيا والنادي الاهلي تعرض لظلم وخسر البطوله، رغم ذلك رحل، رغم ان كان كل الناس في النادي الاهلي عندها قناعه ويقين ان كارترون لا يتحمل مسؤوليه هذا الاخفاق، لكن الظروف هي تتحمل مسؤوليه هذا الاخفاق، لكن النادي الاهلي طبعا كان صعب جدا انه يستمر بعد اخفاقه، وخاصه ان كمان بعد اخفاقه كان بقى باسبوع واحد بس النادي الاهلي خرج من البطوله العربيه بعد تعادل مع النادي الوطني الاماراتي في المباراه 1-1. يمكن دي شويه كمان ساهم شويه في رحيل كارترون، لكن المؤكد 100% ان فايلر هيرجع بعد اجازته خمس ايام دي، هيرجع في الميعاد المحدد تماما، ومتاكد 100% ان فايلر هيقود النادي الاهلي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا امام الوداد، على امل ان النادي الاهلي يتاهل للنهائي باذن الله، ويكون النادي الاهلي قريب من فوز البطوله. طيب، الناس بتسألك سؤال مهم في هذا المربع قبل ما اروح على السؤال الثاني، بيقول لك فايلر في المؤتمر الصحفي اكد انه يعلم بالفوز بالثلاث بطولات مع النادي الاهلي، وهذا يؤكد انه موجود مع النادي الاهلي في البطولات اللي موجوده، واقصد بالثلاث بطولات الدوري وقد حصل عليها وبطوله افريقيا، وكده يبقى بيتكلم عن استمراره في كاس مصر. ردك مظبوط يا استاذ، عشان كده انا باكد لحضرتك، انا قلت لك ان مليون في المية
ميكاترون في النادي الاهلي حتى نهايه مشوار في دوري ابطال افريقيا. لكن حكايه كاس مصر دي انت عارف ان بطوله كاس مصر اصلا ما فيش جدول يعني، مش معروف نهايه البطوله امتى. النادي الاهلي المباراه يوم الاربعاء القادم تقريبا مع هنا. لكن الادوار اللي بعد كده دور الثمانيه، ما حدش يعرف ما عدا وان لو ان دور الثمانيه هيكون في مباراه قبل الولاد هيكون موجود برضه. لكن انا واثق 100% المؤكد 100% طول عدم وجود مواعيد لبطوله الكاس. انا متاكد ان فعلا هيكون النادي الاهلي في مبقى من مباريات وفي دوري ابطال افريقيا نص النهائي، وان شاء الله باذن الله يكون في النهائي باذن الله. طيب سؤالي الثاني يا استاذ علاء، هل اخفق بعض الاعلاميين عندما فجروا ما لديهم من معلومات في هذا التوقيت، خصوصا ان الراجل اكد في المؤتمر ان دي حاجه بينه وما بين الكابتن الخطيب واداره النادي الاهلي وليس هناك حسم بيها، وان الاهلي في مثل هذه الامور بيصدر بيانات بتقتل الاجتهاد؟ ردك. بص يا عبد الناصر، اديك فرصه على طلب من ذهب لبعض الاعلاميين المغرضين اللي هم بيحاولوا يعملوا مقارنات. يعني تعرف كان للاسف الشديد البعض قارن النادي الاهلي كان كريبتو موزع على كل قنوات التغطيه، وطبعا شفنا وقتها لما فتحوا ملفات جديده النادي الاهلي بيتعاقد مع مدير فني مؤقت، وان النادي الاهلي بيدور على خصبه الاعلام ان هو يستلف فيها كل، ورغم ذلك كان الاعلام كله بيتكلم على ايه النادي الاهلي فعلا مش راجع، وان النادي الاهلي بيدور على بديل لفايلر اسماء كتير جدا، وان النادي الاهلي بيفاوض مش عارف تاني عشان يشوف فايلر، وكل الكلام ده كان كله محض كذب وافتراءات وابتدائيات، لكن كلها كانت اجتهاد في الغرض. اللي حصل في المدير الجديد نادي الزمالك بيقول لك انا اتعاقد مع فلان، الاعلام بيقول لك لا فلان الاعلام كذب تصريحات رئيس نادي الزمالك لما ان احنا نرجع فايل فيريرا، فيريرا طلع نفس قال جروس وجروس طلع نفس، اجتهادات اعلاميه كلها كان. لكن ترام او كلمه طيب السؤال الاخير يا استاذ علاء، هل هناك ثالثه محتمله ما بين الكابتن محمود الخطيب وما بين فايلر؟ الجلسه دي ممكن تتم النهارده، ممكن يكون بعد المباراه، ممكن يكون فايلر مع الكابتن محمود الخطيب النهارده بعد المباراه، او يتم تاجيلها لبكره. لكن كده كده لجنه الكره في النادي الاهلي ستاند باي واخده تعليمات ان هي تكون جاهزه لاجتماع في اي لحظه مع الكابتن محمود الخطيب بعد عقد جلسه. يعني انا على علم ويقين ان اعضاء لجنه التخطيط في النادي الاهلي واخدين تعليمات او يعني اتفاق ان هم يكونوا جاهزين في اي وقت الاجتماع مع الكابتن محمود الخطيب، في اي وقت اجتماع مع الكابتن محمود الخطيب لدراسه اي امر مستجد، وخاصه ان لكن الاستجداد بس هو للفتره الجايه. لكن القلق ان فايلر مش هيكون مع الاهلي، لا القلق ده مش موجود خالص. كل اداره النادي الاهلي على يقين تام من ان فايلر هيكون النادي الاهلي حتى نهايه المشوار لبطوله الدوري، لحد نهايه مشوار الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا. وده امر ما يفزعش النادي الاهلي، لان الاهلي ما عندوش اي مخاوف ان فايلر يسافر ياخد اجازه وما يرجعش. ده امر مش في حسابات اداره لجنه التخطيط في النادي الاهلي، علشان خاطر امور اخرى متعلقه مش منها المدير الفني، لا هي امور اخرى متعلقه بالصفقات والتعاقدات. خاطر النادي الاهلي تقريبا خلال ساعات ان شاء الله يعني، او ممكن لظروف نص نهائي دوري ابطال افريقيا، لكن ياجل صفقه. لكن النادي اقترب بنسبه تزيد عن 2% من التعاقد مع المغربي بدر بنوك، ويكون ان شاء الله يكون ده اول صفقه اجنبيه للنادي الاهلي في هذا الموسم بعد محمد طاهر. وليه كمان في مفاوضات مع اللاعب اللي هو اللاعب انبي كريم فؤاد معار من نادي النجوم. النادي الاهلي برضه بيتفاوض مع نادي انبي، رغم ان نادي انبي اعلن تجديد الاعاره، لكن النادي الاهلي بيتفاوض مع نادي النجوم نفسه، بيتفاوض مع اداره نادي انبي لحسم الامر طبعا. لكن الاجتماع اللي عايز اقول لحضرتك، الاجتماع الكابتن محمود الخطيب هيكون تقريبا بكره او بعد بكره مع لجنه الكوره في النادي الاهلي، هتكون بشان الصفقات والقائمه الاهلي الجديده في الموسم الجديد باذن الله. يعني اشكرك شكرا جزيلا يا استاذ علاء على هذا الايضاح المهم، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. اشكرك يا عبد الناصر، تحت امر حضرتك، تحياتي وتحياتي كل متابعينك الكرام. شكرا جزيلا.